تعالوا بقى نقول المقادير وهنستنى تليفوناتكم. اول حاجه هعملها صدور دجاج بزبده الثوم الحار. تاني صدور الدجاج بالزبده والثوم الحار. تعال نقول مقاديرنا. انا هستخدم هنا صدور دجاج طبعا علشان هي فيها دهون اقل من اي جزء تاني في الفراخ، وكمان فيها البروتين اعلى. عندي هنا بقى التتبيله، شويه شطه، ثوم بودره، ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعلقه كبيره من دقيق الشوفان، شويه زيت زيتون، وبعدين هعمل صوص زبده خطير. زبده بالثوم منكه، عباره عن ايه؟ مكعب 2 زبده، مش كتير على الكيلو ده. وبعدين هعمل هحط عليه معلقه كبيره ثوم مفروم، فلفل احمر وفلفل اخضر، وكزبره مفرومه. نقول تاني مقادير صدور الدجاج بالزبده والثوم الحار: كيلو صدور دجاج، شطه اسواني، ثوم بودره، ملح وفلفل اسود، بابريكا، معلقه كبيره دقيق شوفان، وشويه زيت زيتون. نيجي لصوص الزبده بقى، عباره عن ايه؟ مكعبين زبده، معلقه كبيره ثوم مفروم، فلفل احمر، فلفل اخضر، ونص كوب كزبره مفرومه. فلفل احمر واخضر مفرومين وكزبره مفرومه. طيب اول حاجه انا هتبل عندي هنا الصدور رقم واحد كده. طبعا تنفع يا جماعه باي قطعي، يعني اي جزء تاني في الفريخ، بس بما اننا النهارده يوم الاكل الصحي فانا بحب ايه امشي صح، يعني اللي هو الصدور اصح، مش الصدور اصح، فيها دهون اقل بروتين اعلى، خلاص يبقى نستخدمها يوم ايه الاثنين. معنى كده ان هي لو استخدمت اي جزء تانية بالعكس، انا بقى بحب الحاجات اللي بالصوصات دي بقى مع ايه، مش هتصدقوا، انا بيك فان للاجنحه، بعشق الاجنحه، مشويه، مقليه، بروستد، مسلوقه، متحمره، باي صوص، بافلو صوص، بصوا باي حاجه انا بعشقها، في اي جزء عندنا مش هيقول لا. طيب الاول هنتبل عندنا الفراخ ونقول الو يا ست ابتسام. صباح الفل. يا صباح العسل، ازيك؟ الف بوسه وبوسه على حبيبتي بيبا، وحشاني قوي قوي. الله يخليك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حياتي. عارفه اخش لك اليومين اللي فاتوا، معلش يا حبيبتي احنا الخسرانين والله، حبايبك كتروا قوي، ربنا يخليهم. يا رب يا رب، ربنا يزيدكم يا رب ويبارككم يا رب، ويحبب فيكي خلقه. امين يا حبيبتي. قولي لي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. تحبي تشاركي في سؤال امبارح ولا سؤال النهارده ولا الاثنين؟ سؤال امبارح. ماشي قولي لي. ايه هو ايه الاكله اللي لما بتبرد او بتبيت في الثلاجه حلاوتها بتزيد؟ ما لا نفس الحاجات اللي الناس قالوها. ايه بقى؟ الباميه والملوخيه. ايوه. والسمك، انا بحب برضو السمك بارد. ايوه زيي. بس السمك اللي هو السمك الفيليه مش السمك البلطي. لا انا بحب السمك البلطي المقلي، لما يا سلام يدخل كده التلاجة ويقعد لي شوية ويخرج لي. والبصارة برضو حلوة. والبصارة بصي هو كل الأكل النباتي لما يعني بيقعد في التتبيلة بيحلو. صح؟ سؤال النهاردة إيه بقى؟ سؤال النهاردة إيه بقى؟ إيه الأكلة اللي لو بردت شوية تحسي كده إن هي فقدت طعمها؟ لو بردت فخلت مثلا الكشري، انا بحب الكشري مولع. لا بجد؟ تحب الكشري لازم يكون سخن جدا جدا، يعني لو تقفلي عليه البوتاجاز هوب لازم تغرفي وتاكلي هوب على طول، يبقى بقي على طول. حياتي الف هنا. وايه تاني؟ يعني مكرونه بشاميل برضو بحب اكلها اول ما تطلع، لازم تبقى سايحه ونايحه كده جدا. انا قوي كده بقى. انا قوي يعني كده، حاجات زي كده حياتي دايما. طيب عامل ايه؟ عند حضرتك سؤال. قولي لي. انا اتعزمت في رمضان، من ضمن الاكل كان فيه طاجن معمول بطاطس محمره وفراخ بانيه متحمره ومتقطعه كده شرايح وعليها صوص. الصوص ده بقى معرفش، ده انا جربت جبن وجربت الكاتشب والمايونيز والمستردة وجربت كل حاجه، ما جبتش الطعم. طب لونه ايه؟ لونه ابيض عادي زي هو عامل زي البشاميل كده. بصي ممكن يكون صوص الديمي جلاس او الصوص البني. لا هو لونه ابيض. طيب زي البشاميل كده. هو انا هقول لك دلوقتي ده بيتعمل ازاي. حالا بصي، ده بيبقى عباره عن شويه زبده ويحطوا فيها شويه دقيق وممكن صوص البني، بس هو لما بتحطي عليه اللبن. طب الصوص البني ده عباره عن ايه؟ هو اسمه كده صوص البني. اه ده خطير. او صوص الديمي جلاس، بتحطي معلقه واحده في السمنه او الزبده دي،
ماشي، وبعدين تروح حط عليها لبن، وبعدين تروح حط عليها شويه ميه وتقلبي، بقى عندك الصوص اللي انت بتقولي عليه ده. طعمه غريب جدا، طعمه خطير. عايزه اقول لك ده بنعمله مع الفراخ، سوري، العرق التريبيانكو وعرق الديك الرومي. لا ده بقى معمول بقى على بطاطس محمره صوابع وفراخ بانيه متحمره متقطعه صوابع، والصوص ده محطوط على وشه. هو صدقيني هو زي كده ما بيتحط على الكوردون بلو كمان. هو ده الكوردون بلو بعمله كده. الصوص ده كمان بيتحط مع على الكوردون بلو. لا بيكون خطير. هو بيتعمل كده، يا اما بقى بتحطي معلقه دقيق عادي جدا، وبعدين بتحطي اللبن وبتحطي الميه. ما انا عملت كده، حطيت عليه جبن وتحط. لا هي جبنه كريمي بس. انا جربت الجبنه الكريمي، جربت الجبنه النستو، وجربت الجبن الثانيه. ما فيش، ما جبتش طعم. لا هي هو صدقيني زي ما بقول لك، هو الصوص البني ما او هو طاجن صغنطوط كده وغالي. هو صوص البني او بودره الديمي جلاس. الاثنين دول هم اللي هيدوكي الطعم اللي انت بتقولي عليه. يا ريت لو مره كده عملته لنا. حاضر هعمله لك، بس كده عيوني. صباحك فل، صباحك سكر يا حبيبتي، نورتيني. مع الف سلامه يا ست ابتسام. بصوا بقى، انا هنا حطيت ايه على الفراخ عندي. حطيت على الفراخ عندي توم بودره وشطه ملح وفلفل اسود، وكمان حطيت عليهم الشوفان. دي الشوفان طبعا اقدر استخدم دي عادي. طب ليه بنستخدم دي شوفان؟ علشان نبقى مشينا وعملنا كل حاجه صح. دي شوفان من النشويات المعقده اللي هي ما بتتهضمش بسرعه، فاي حاجه معقده فهي بتعمل ايه؟ بتحافظ على مستوى السكر في الدم، ما نحسش ان احنا فجأة شبعانين، فجأة جعانين، فجأة شبعانين، فجأة جعانين. فالحاجات دي بتدينا طبعا يعني فترة شبع اطول. طيب ونقول الو يا غالية. الو. الو يا غالية، عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ مبسوطه قوي على فكره بكلم حضرتك يا حبيبتي. وانا كمان. بتكلمينا منين يا غاليه؟ من المنوفيه. اهلا بيك يا حبيبتي، بكل اهل المنوفيه. انت اول مره تكلمينا؟ بحبك جدا وبحب صفاتك جدا وبجربها بتطلع معايا تمام. بس دي كده اهم حاجه، عارفه كده يعني، انت اديتيني شهاده الايزو اهم حاجه. مبسوطه قوي بجد والله. ده انا اللي مبسوطه يا حبيبتي بجد ان انت. بحبك قوي 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 من كل قلبي. انا كمان بحبك ومبسوطه جدا ان قابلك. نفسك تقابليني؟ اه يا سلام، بس كده تعالي يا سلام. انا نفسي كمان اقابلكم كلكم، ربنا يعلم، واقعد معاكم وناكل اكله حلوه كده مع بعض. حبيبتي والله. حبيبتي يا ريت اشوفك يا غالي على خير. ان شاء الله كل يوم هكلمك يا حبيبتي. ده انت تنوريني. طب قولي لي يا غاليه. نعم. هسالك سؤال امبارح مع سؤال النهارده، ماشي؟ ايه الاكله اللي تحبيها لما تبيت يوم في التلاجة؟ ولا حاجة. ايه بتحبي كل حاجة سخنة؟ كل حاجة سخنة. بتحبيش اي حاجة تبيت في التلاجة عندك؟ لا انا بحب اي حاجة سخنة، اي حاجة بايتة ما بحبش اكلها. يعني انا كده لو سألتك السؤال العكس هلاقيكي هتقولي لي كل حاجة. كله. عرفت الاجابة. حبيبتي يا غالية نورتيني. نورتيني يا حبيبتي. الف سلامة. بصوا، معلقة الشوفان عملت ايه عندي هنا؟ قرمشت لي الفراخ. طب ايه رايكم نروح لفاصل، لان انا شرقانه شرقه برضو جامده جدا. نرجع نكمل نشوف بنعمل ايه. استنونا. ورجعت لكم. بصوا بقى، انا سويت عندي الفراخ قد ايه، واخده طبقه حلوه قوي بسبب معلقتين الشوفان اللي احنا حطيناهم عليها كده. بصوا عاملة ازاي، خطيرة متحمرة فيها. زي ما انتم شايفين كنت حاطة نقطتين زيت زيتون، حبة قليلين جدا. طيب هكمل بقى واحط واعمل بيها ايه. ممكن لحد كده احنا نقدمها تبقى زي الفل، وعليها رشة ايه، كزبرة ولا بقدونس، تبقى خطيرة. بصوا كأنها مشوية، لونها عشاشة كأنها مشوية. دي صدور اللي احنا لسه عاملينها. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح في نفس الطاسة اللي انا سويت فيها الفراخ الخطيرة دي، احط بقى، لو بتعملوا دايت هنحط مكعبين زبدة بس، لو مش بتعملوا اي حاجة فحطوا الزبدة اللي انتوا عايزينها.
يا ست ام اسلام. الو حبيبه قلبي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه اخبارك؟ عندك غياب، عندك غياب على فكره، عندك غياب. سامحيني علشان الصيام بقى، سامحيني والله. يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. طيبه يا حبيبتي، هم ست ايام كده بس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا روحي. وانت طيبه، يقعد الايام عليك يا رب. حبيبتي والله تسلمي. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. لا انت كده عندك واجب كتير لازم تعمليه. ايه بقى؟ سؤال امبارح وسؤال النهارده. ايه قولي؟ سؤال امبارح، ايه الاكله اللي تحبي لما تاكليها اكتر لما تبيت في التلاجة؟ الباميه. ماشي، وسؤال النهارده، ايه الاكله اللي لازم تبقى سخنه علشان تعرفي تاكليها؟ المكرونه البشاميل. احنا كنا لسه بنقول المكرونه البشاميل دي لازم تبقى سايحه ونايحه كده، ده حقيقي. ده حقيقي، لازم تبقى طالعه من الفرن كده، مش قادره اقول لك. ايوه صح، سخنه سخنه طبعا. ايوه بالظبط كده. حبيبتي والله تسلمي لي قلبي وتسلم ايدك على كل حاجه. ربنا يخليك يا حبيبتي، سلمي لي على كل حبايبك. وعلى كل حبايبك سلمي لي عليهم، وعلى كل الكروب. يوصل يا حبيبتي، ربنا يوصل. يبارك لك، ربنا يخليكي. الف سلامه يا حبيبتي. سلام يا الف سلامه. بصوا بقى حطيت ايه؟ حطيت على الزبده الثوم، وعلى الثوم الفلفل الحار الاخضر والاحمر، وعلى الفلفل الحار هنحط الكزبره. ده الصوص الخطير اللي احنا هنحط فيه تاني الفراخ تستوي. بصوا احنا عملناها بمعلقتين زيت، وعلى فكره الدهون يا جماعه ما ينفعش نمنعها ولا النشويات نمنعها، احنا بس بنقننها. يعني على الكيلو ده بدل ما اقلي قلي عميق انا شوحته بس كده، اديته طعم مختلف ونكهه مختلفه. ارجع بقى الفراخ بتاعتي هنا تاني كده. الله، الريحه عامله ايه يا جماعه؟ معلش كلموني عن الريحه، الناس اللي موجوده ريحه خطيره. هبدا اعمل ايه بقى كده اهي، واقلبها زي ما انتم شايفين كده. ماشي، الله ريحتها خطيره يا جماعه. بصوا اصل انا بحب الكزبره، بحب جدا الكزبره، وطبعا الحاجات الحاره، فبالنسبه لي الاكله دي ايه بقى، في قلب قلبي كده اهو. هحط لها شويه ميه صغيرين جدا، المفروض ان الزبده تكون اكتر من كده، بس عشان انا اللي مش عايزه ازود زبده كتير، فانا هكتفي بالزبده اللي انا حطيتها. نقول الو يا ست ام وليد. صباح الفل. عامله ايه يا حبيبتي؟ انت عامله ايه يا دنيا؟ وحشاني جدا. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه، ويحبب فيكي خلقه ويديكي ويرضيكي يا حبيبتي. يا روحي انت، يا روحي انت على دعواتك. والله العظيم انا كل يوم بتصل عشان اسال عليكي يا حبيبتي. الاكلات اللي انت بتعمليها دي اقعد ابص وعشان ايه اعمل يا روحي. ربنا يخليك يا ست ام وليد، والله دايما مفرحاني بكلامك وبدعواتك. والله اقوم من النوم اصلي الظهر واقعد بقى استناكي. طب انا عاوز ايه اكتر من كده؟ انا عاوز ايه اكتر من كده في حياتي؟ والله اكلاتك الجميله اللي بتعمليها، انا اكلاتي وجمالها انتوا بس اللي شايفين بجد، ده علشان عيونكم الحلوه. البطاطس الجميل، واللهم صل على النبي، البدنجان والحاجات كلها حياتي جميل. حياتي ربنا يخليكي. قولي لي بقى جربتي ايه من الاكلات دي كلها اللي هي كانت حواوشي بطاطس وشاورما بتنجان، الحاجات اللي احنا كنا ايه بنعلن بيها ان احنا واخدين فاصل من اللحوم والفراخ. البتنجان جربته حياتي، واللهم صل على النبي، الحواوشي حطاه في دماغي اللي انا عايزه اعمله. لازم تجربيه يا ست ام وليد. والصدور البانيه قاعده بقى بعمل عشان هعملها حبيبتي هتعجبك جدا ده جميله ربنا يخليكي. انت اللي جميله يا ست مواليد. طب قولي لي بقى ايه الاكله اللي تحبيها تبيت في الثلاجه تاكليها تاني يوم كده تستمتعي بيها؟ الباميه. طب ايه الاكله اللي لازم تجيبيها من على النار سخنه وتاكليها؟ المحشي والمكرونه البشاميل، بس اكتر المحشي حبيبتي. المحشي بصي، ايوه وهو على النار. ايوه احنا بندوق المحشي، احنا بناكل نصيبنا من المحشي واحنا بندوقه. اللي هو واحد اتنين انا بدوق بس، ده حقيقي.
حبيبتي تعيشي وتعملي، تعيشي وتعملي. الله يخليك يا بيبي. وانا مبسوطه قوي ان انا سمعت صوتك، كنت وحشاني والله، وحشاني والله حبيبتي. والله وحشاني. وانت كمان ببوسك بوسه كبيره قوي قوي قوي. وانا ببوسك بوسه جميله يا روح قلبي انت، ربنا يخليك، ما تحرمش ابدا من سماع صوتك ولا من دعواتك الحلوه يا ست ام كريم، نورتينا. بصوا بقى انا عندي هنا الفراخ استوت، في اسهل من كده؟ في احلى من كده؟ يا نهار ابيض، بصوا انتوا شايفين شكلها، انا اقول لكم ريحتها. وبعدين مستويه صح، يعني ايه مستويه صح؟ يعني لما تيجوا تاكلوها كده هتلاقوا الصدر مش ناشف، لا هتلاقوا الصدر كده طري بيدوب في بقكم. طب ده ليه؟ الاول علشان احنا على نار سخنه وعلى نار عاليه، والطاسه بتاعتها كانت سخنه، ادينا لها ايه السيرنج ده اللي هو التشويحه، اللي هو مفيش نقطه ميه نزلت منها. طالما مفيش ميه نزلت منها يا جماعه، يبقى انا كده حبست العصاره كلها جواها، ولما احبس العصاره كلها جواها ايه اللي بيحصل؟ العصاره دي بتطري لي الانسجه، بتخلي طعمها فيها. بس كده انا خلصتها، تحفه، ايه رايكم؟ اخدتش وقت خالص وريحتها تجنن. هتتقدم جنب ايه؟ جنب شويه رز ابيض بسمتي والف هنا. خلاص كده انا خلصتها، هرفعها زي ما هي كده وهرش عليها رشه كزبره اخيره. عملناها بمعلقتين زيت زيتون وكمان ثلاث مكعبات زبده. الله تحفه يا اميره. الو. اي اميره؟ عايزه فرقه الفينو. طب سلمي عليا يا اميره الاول، قولي لي ازيك، عامله ايه، اخبارك، بتكلميني منين، نتصاحب يعني. بكلمك من اسكندريه. اهلا بيكي. طب انت محرجه ليه؟ مكسوفه ليه؟ اول مره اتكلم في التلفزيون. لا لا، بقول لك احنا قاعدين مع بعض كده، تلفزيون ايه؟ مفيش اي تلفزيون في الموضوع. قولي لي. احنا بنحبك قوي. يا ايوه بقى كده يا شيخه بقى. ايوه بقى داخله تقولي لي اديني طريق. ايوه بقى قولي لي الكلام اللي انا احبه. وبنحب اكلاتك حبيبتي. ده انا اللي بحبك، بتكلميني منين؟ انت دمك خفيف وزي العسل. والله ده انت اللي زي العسل. ايوه بقى، شفتي لما اتكلمتي ازاي عرفتك؟ انت قمر. يا حبيبتي ربنا يخليكي. قولي لي بقى بتكلميني منين من اسكندريه؟ اكلك قمر واكلك قمر. يا حبيبتي ربنا يخليكي. منين من اسكندريه؟ من اسكندريه يعني محافظه مطروح. الله بقى الله بقى، حيث البحر وروقانه. ايوه كده. ايوه كده، واللب وحلاوته. صح. والفريسكا والفريسكا طبعا. يا حبيبتي الجو عندكم دلوقتي بتهيألي ايه؟ عزه يبدا دلوقتي بقى. صح. طب قولي لي بقى، قولي لي جربتي حاجه من اكلاتي ولا لسه؟ والله احنا بنتفرج وبنحب اكلاتك، لما نيجي نعملها بنتخطط. مش عارفه ليه. ليه؟ ليه دي سهلة؟ أنا عايزة طريقة الفين وطريقة اللانشو علشان الولاد المدارس. حاضر يا حبيبتي عيوني. وبنحبك قوي. مري يا حبيبتي، وأنا بحبك، وأنا بحبك يا ست أميرة، ونورتيني. مع ألف. وطريقة البقسماط يعني لو تعمليهم لنا؟ حاضر، أنت كده عايزة الفينو والحواوشي والبقسماط. حاضر، بس كده عيوني، نعملهم تاني عشان خاطرك. اللانشو. حاضر، واللانشو، نورتينا يا ست أميرة. حاضر حبيبتي. مع ألف سلامة يا حبيبتي، مع ألف سلامة.